عدد الركعات يا اخواننا كالآتي: في التراويح الذي اعتاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته قيام الليل كان لا يزيد على 11 ركعة، 11، هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في حديث عائشة رضي الله عنها. طيب، ابن عباس في البخاري قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، نام معه في بيت ميمونة، ميمونة دي خالته، خالة ابن عباس رضي الله عنها، نام معهم قال: على حصير واحد. وده يا اخواننا فيه انه الغلام الصغير ممكن ينوم مع خالته وزوجها في فراشهم، نام معهم. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم الى شن معلقه، قربه يعني معلقه فوق، فتوضأ منها، قال: فأحسن الوضوء. قال: فتوضأت معه، توضأ معه. قال: فقام فصلى، قال: فوقفت عن شماله. وقف بوين؟ والصحيح يقف بوين؟ يقف بيمينه. قال: فوقفت عن شمالي، قال: فأخذ بأذني فأدارني، لفاه بوراه وجاب وقفه بجاي. العلماء قالوا ده فيه دليل على انه شنو؟ الصبي لو جنبك في الصلاة بيلعب صلحه، وقفه عليل، وقف كراء، ما في حاجة. ده لو لما فيك صوفي صلحت لك واحد يقول لك ما عندك صلاة، وهو الصوفية يوقفوا لك الأولاد، وده غلط يا اخواننا برضو. أعرف دي من الفتاوى الصوفية، واللي أنا بركز عليهم بالذات دي من الفتاوى بتاعتهم، تلقاه وقفوا لك الشفع صف ورا هناك. لا، ده ما غلط يا اخواننا. الشافعي إذا كان مميز يعني فوق لي 7 سنوات بيحسن الصلاة، يقيف وكت جاء، مش جاول يقيف قدام، ده حقه يقيف قدام، ما توقفون ورا، غلط. يقيف في الصف مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أوقف عن يمينه، قال: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، عد، قال: ثم أوتر بواحدة، عد 13. عشان كده العلماء قالوا الأصل في الصلاة تكون شنو؟ 11 ركعة. ويمكن الزول يصلي كم؟ ممكن يصلي كم؟ 13، وممكن يزيد. الدليل على شنو؟ يزيد من 13 ممكن. الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. لما سئل عن شنو؟ خد بالك السؤال ذاته مهم. سئل: كم عدد صلاة الليل؟ قال: مثنى 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 مفتوحة. صليت 10، صليت 18، صليت 24، مفتوحة الصلاة. لكن يا اخواننا صلاة التراويح الأصل تكون كم؟ 11 ركعة. هذه صلاة التراويح، انت لو بعدها قدرت تزيد فانت زيد بما شئت. نعم.